هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. إن كنت ترجو للحياة دوامها، فاعلم بأنك غافل حيران. وعمل لآخرة يدوم بقاؤها، واجعل فؤادك زاده القرآن. إن المصير كتاب حق للورى، لا تنس ربك ربك أيها الإنسان. هذا المصير لكل الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. المصير، لازلنا نتحدث عن هذه العلامات بين يدي الساعة التي وقعت وانقضت، والتي وقعت ولم تنقضي، ومنها الفتن. فهذا زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الفتنة هي الابتلاء والاختبار. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فنحن في فتنة، في ابتلاء واختبار. وأنا لا أعلم زمانا يا إخواني ويا أخواتي قد انتشرت فيه الفتن كهذا الزمان ورب الكعبة، زمن الإنترنت والفضائيات ومواقع التواصل وما عليها من فتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. أسأل الله أن ينجينا من هذه الفتن وأن يرزقنا الاستقامة. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن. نعم، صدق رسول الله، والله لقد جاءت الفتن، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. لا إله إلا الله. يعني فتنة اليوم تنسيك فتنة الأمس، وفتنة الغد تنسيك فتنة اليوم. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. منهج للنجاة من الفتن في زمان الفتن أن تحقق الإيمان بالله واليوم الآخر،
وأن تأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا نجاة لنا من الفتن إلا بهذا المنهج المتمثل في هذين الأصلين العظيمين الجليلين الكبيرين. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أيها الأحبة، الفتن نوعان لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات كثيرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه فتن، إن وظفت هذه النعمة في طاعة الله وقربتك من الله فهي النعمة التي تستوجب مزيد الشكر، وإن أبعدتك هذه النعم عن الله فهي الفتنة التي تلبس ثوب النعمة، وهي المنحة التي تلبس ثوب المنحة، وهي المحنة التي تلبس ثوب المنحة. فتن الشهوات، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أما فتن الشبهات فهي كثيرة وخطيرة، وقد يسقط كثير من الخلق في شباك الشبهات وهم يتصورون أنهم ينصرون دين رب الأرض والسماوات. فهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إنها الشبهة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والله لا أبالغ إن قلت لقد كثرت فتن الشهوات والشبهات، حتى تمنى كثير من الصالحين الآن أن يقبضهم الله جل وعلا خوفا من شر الفتن، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يقل العلم، وأن تكثر الفتن، وأن يكثر الشح، وأن يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وسوف نقف مع هذه العلامة من علامات الساعة وقفة مستقلة: الهرج، وهو القتل، وذلك في لقاءات مقبلة إن شاء الله جل وعلا. من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وأن ينقص العلم، وتكثر الفتن، وقد كثرت الفتن، ويكثر الشح، أو ويلقى الشح، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. ومن العلامات إسناد الأمر إلى غير أهله. نتعرف على هذه العلامة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، ونحن نواصل المسير إلى المصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المصير لكل الخلق عنوان.
فارجع لربك إنه الديان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران. وعمل لآخرة يدوم بقاؤها، واجعل فؤادك زاده القرآن. إن المصير كتاب حق للورى، لا تنس ربك أيها الإنسان.